قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية غموض مذبحة سخا بكفر الشيخ والتي راح ضحيتها طبيبة وأبناؤها الثلاثة في محافظة كفر الشيخ خلال 12 ساعة فقط من ارتكابها في ختام عام 2018، وتبين أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع زوجته. وأكد المتهم أن مشاجرة نشبت مع زوجته دفعته للتخطيط لمحاقبتها، ولكنه لم يستطع التحكم في نفسه وأقدم على ذبحها، وعندما شاهدوا الأطفال قرر التخلص منهم لعدم فتح أمره. وأضاف الطبيب المتهم أن زوجته قضت معه أفضل أيام حياته وكانت رفيقة الدرب، ولكن ساعة شيطان دفعته لارتكاب جريمته. وأشار المتهم إلى أنه بعد الانتهاء من جريمته خطط للخروج من المنزل والعودة في وقت لاحق ولقاء عدد من الجيران وأصدقائه لإبعاد الشبهة عنه، ثم ادعى بأنه عثر عليهم مذبوحين حتى كشف رجال الشرطة الحقيقة. وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من طبيب بشري سنه 42 سنة يفيد بأنه عند عودته من عمله لمنزل أسرته بمدينة كفر الشيخ وجد زوجته منى فهسين وأطفاله عبد الله 8 سنوات وعمر 6 سنوات وليلى 4 سنوات مذبوحين. وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم تشكيل فريق بحث مكبر من ضباط قطاع الأمن العام وأمن كفر الشيخ. مأساة. وبمعاينة الشقة لم يتم العثور على أي كسر في أبوابها أو النوافذ التي تطل على الشوارع أو منافذ المناور. وكان الطبيب قد اتصل بأسرة زوجته وأخبرهم بما حدث، وبعد دقائق حضرت والدتها وأشقاؤها وأقاربها، لكن والدتها كانت في حالة من الذهول والصراخ المتواصل على مصير ابنتها وأحفادها الثلاثة المذبوحين داخل شقتهم. وقام أحد أقارب المجني عليها بإنزال والدتها إلى أسفل العقار بعيدا عن المنظر حتى تتمكن من السيطرة على نفسها، وخوفا من تعرضها لأزمة صحية بسبب كبر سنها. اكتشاف الواقعة. قال عمرو وهبة راضي نجل عمة المجني عليها لفيتو الدكتورة منى السجيني في الثلاثينيات من العمر وتتمتع بسيرة طيبة للغاية بشهادة الجميع، وعلمت بمقتلها هي وأبنائها أثناء وجودي في المحل ملكي بالقرب من البرج الذي تسكن فيه الضحية. وعندما توجهت لموقع الحادث وجدت والدتها تجلس على باب العقار وتقول لي الحقني بنتي اتقتلت، وكان ذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا. وأضاف على الفور صعدنا للطابق الخامس حيث تسكن الطبيبة وأبناؤها، وشاهدنا المنظر الفظيع حيث وجدناها مذبوحة وملقاة على الأرض وأبناؤها مقتولين على السرير، مشيرا إلى أن زوج الضحية ادعى أنه اكتشف الجريمة بعد عودته من مستشفى سخا حيث يعمل طبيبا، وبمجرد دخوله الشقة اصطدم بالمنظر وخرج يهرول لحارس العقار وهو يصرخ قائلا مراتي وولادي اتقتلوا يا حسن الحقني. على الجانب الآخر تجلس الحاجة وفاء شهاب والدة المجني عليها أمام العقار وهي في حالة هستيرية من الصدمة، وتقول إن ابنتها اشترت فستانا وكانت تستعد لحضور حفل زفاف شقيقها والذي كان مقررا بعد 10 أيام حين عودته من الخارج. وظلت تصرخ بأعلى صوتها قائلة يا منى تعالي ما تسيبنيش، عايز أعرف مين اللي قتلك، يا منى تعالي عشان تحضري فرح أخوكي، ده أنت جهزتي الفستان اللي هتحضري بيه. وبدأت شكوك الضباط تحوم حول الزوج لكون الشقة ليس بها أي آثار عنف، وبتضييق الخناق حول الزوج اعترف بارتكاب الواقعة. وقالت الداخلية في بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء 1 يناير 2019 أنه تبين من الفحص وجود جثتي الزوجة وابنتها بصالة الشقة والطفلين على سريرهما بحجرة نومهما،
وبهم حج روح ذبحية وسلامة جميع منافس الشقة. وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ووالد الأطفال لوجود خلافات أسرية بينهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب ومداومتها افتعال الخلافات مع أهله، وأضاف بقيامه بخنقها بحبل استارة بالمنزل وطعنها بسكين حتى تأكد من وفاتها، ثم قام بطعن أبنائه تباعا فأودى بحياتهم واستولى على المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته لتضليل جهات البحث والإيحاء بأن الحارس بدافع السرقة، وأرشد عن السكين المستخدم وحبل الستارة والمشغولات الذهبية بمكان إخفائها بالجزيرة الوسطى بطريق كفر الشيخ المحلة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق. الفتاتين حديث الشارع المصري حتى خرج أمس بفيديو جديد للرد، حيث نشرت الفتاة الأولى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيديو لتوضيح حقيقة إعلانها ارتباطها بصديقتها وطلب الزواج منها، حيث قالت نصا: إحنا مش خايفين من حد. وهنشوف تفاصيل اللي قالته في الفيديو دلوقتي. وهاجمت نشطاء الفيسبوك والمواقع الإخبارية في الرد الأول لها، حيث أشارت إلى أن حياتهما الشخصية ملكا خالصا لهما، وأن أسرهم رفضوا أفعالهم وقاطعوه. وأضافت الفتاة الثانية أنها لا ترضى بأي أذى لعائلتها، وأنها تتحمل هي وحدها نتائج أفعالها. واتهمت المؤسسات الصحفية باستغلال قصتهما للتغطية على الأوضاع داخل مصر وتوجيه الرأي العام تجاه المثليين ذكورا أو إناثا طبعا. ودول البنتين اللي أثاروا الجدل الفترة الماضية في خلال 48 ساعة الماضية ويقيمان في تورنتو بكندا. وفي الفيديو لهم قالوا: نحن لسنا أول بنتين مثليتين، وكل العالم موجود فيه هذا الأمر، ولو أنت في مصر وشايف إن دينك يمنعك من ذلك نحن لا نجبرك على احترامنا أو إنك تيجي تبارك لنا، بل بالعكس ممكن تعدي البوست بتاعنا وتعدي الموضوع. هناك كمية هائلة من التهديدات بالقتل وصلت لنا في خلال 48 ساعة فقط، وأيضا تهديد بالاغتصاب وشتايم أيضا وقلة أدب. إحنا لا نرد على ذلك، مش علشان إحنا خايفين، لكن لأننا مش هنقدر ننزل للمستوى ده، لأن معظم اللي بيبعتولنا الشتايم والتهديد بالقتل مش عارفين اللي بينا. أنت همك الوحيد إيه اللي بيحصل بينا في السرير، ودي حاجة ما تخصكش. أنا عمري ما هسأل أي اتنين متجوزين أنتوا هتخلفوا إزاي، دي حاجة ما تخصكش. ولو انت فعلا عايز تعرف ممكن تخش على جوجل وتعمل سيرش وتعرف. ولعلمكم التهديدات اللي بتصلني هنا في كندا من اشخاص موجودين بكندا، انا اخدت سكرين شوت لكلامهم، واحنا مش هنسكت، لان هنا في كندا التهديد ده ما يتسكتش عليه، مش زي مصر واحنا مش ساكتين. بس اللي في مصر انا مش هقدر اعمل لكم حاجة، ولا انتوا كمان تقدروا تعملوا لي حاجة. انتوا اخركم تطلعوا وتشتموا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، وفي الاخر احنا هنبقى موجودين ومش هننتهي من الدنيا. وكمان في 75 دولة حاليا بتدي حقوق لمن هم مثلنا انهم يعيشوا
حياة طبيعية جدا، وتعطيهم حق التبني كمان. وبالعكس كمان البوليس بيحميهم، مش زي مصر، واحنا لسنا مرضى نفسيين. ولعلمكم هناك دولتين عربيتين تجهزان الآن للاعتراف بمن هم مثلنا، وده شيء جميل. وملكمش دعوة احنا حلقنا شعرنا ليه، دي حرية شخصية. ودي واحدة من البنتين بعد ما حلقت شعرها. من ناحية أخرى، لم تهدأ قضية المثليين داخل مصر بعد إعلان رفع علم الرينبو المعبر عن دعم حقوق المثليين في حفل فرقة مشروع ليلى بالتجمع الخامس العام الماضي، حيث اتجه البعض بعد ذلك إلى رسم علامة التضامن مع المثليين على صورهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك. تطور الأمر في هذه الآونة ليخرج من إطار الدعم اللفظي ويتحول إلى سيل من المفاجآت داخل المجتمع المصري الذي لا يعترف بالمثليين، ويصنف أمرهم بأنه مستحيل، حيث أطلقت الصفحة الرسمية لهم حملات على السوشيال ميديا على مدار الشهور الماضية في محاولة لتشجيعهم. وكانت صفحة رينبو إيجيبت، والتي تضم 10,000 عضو، كتبت منشورا بالصور قالت فيه نصا: مجتمع المثليين موجود في مصر، ودائما ما يعبر عن وجوده من آن لآخر. احنا ما كناش مستنيين حفلة مشروع ليلى علشان نثبت إننا موجودين، أو علشان نرفع علم الرينبو في مصر، إحنا موجودين وهنكمل للآخر. دي أمثلة بسيطة من الصور، ولو حد عنده صور تاني يبعت لنا، إحنا موجودين. وأوضحت الصفحة في منشور آخر: ربما كان يخاف الكثير منا من رفع العلم والتصريح إننا هنا، كل الشكر لكل من رفعوا علمنا.